أخذت قلبي وروحي وش لك بعيني، ما تدري إنك عيوني لي أشوف بها، أمشي مع الوقت وطيوفك تخاويني، نشوة غرام المحبة من سبايب. أخذت قلبي وروحي وش لك بعيني، ما تدري إنك عيوني لي أشوف بها، أمشي مع الوقت. مشاهدينا الأكارم، كل عام وأنتم بألف خير. العيد هو يوم تلاقي الأحبة والأصدقاء والأقارب، ويسعدني بهذا اليوم المبارك أن أستضيف الفنان العزيز المحبوب الإماراتي الخليجي العربي المطرب والملحن ماحد حمد. باسمكم وباسمي أقول له كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير. كلنا يعرف فرحة وبهجة العيد وما له من معان سامية وجميلة، والفنان طبعا هو أكثر من يتأثر بالحدث ويؤثر به. فماذا يعني لك العيد، وماذا تحب أن تهدي المشاهدين بهذه المناسبة السعيدة؟ طبعا العيد، نتكلم عن العيد، العيد له يعني فرحة خاصة، خاصة بعد صيام شهر كامل، ولكل إنسان له فرحة خاصة في هذه المناسبة. وطبعا أقول لجمهوري العزيز كل سنة وهم طيبين، وأهنيهم بهذه المناسبة الكريمة، ولجميع الدول العربية والإسلامية وإلى كل غالي علينا يعني. نعم، وشو تحب تهديهم بهالمناسبة السعيدة؟ يعني أحب أهديهم طبعا أغنية جديدة تنزل في ألبومي في العيد إن شاء الله. ألبومك الجديد طبعا، ألبومك الجديد شو بيتضمن؟ يحتوي على 6 أغاني طبعا من كلمات الشعر. شفتك؟ ألبوم شفتك؟ اسمه نعم. شفتك نعم. 6 أغاني، مين كتب لك كلماتهم ومين لحنهم؟ في شعراء من عندنا هني طبعا، ضاحي خلفان تميم، وشاعر عبد الله بن ذيبان، وثاني بن عبود، من شعرانا الموجودين يعني. نعم. ماحد، قبل ما نستهل بالأغنية، ليش دايما بنلاحظ أنك بتتعامل مع كتاب محددين، ما بتجرب أنك تتعامل مع كتاب جدد أو شعراء جدد؟ لا والله، يعني أنا أتعامل مع كل الشعراء إذا وجدت الكلمة الجيدة طبعا، وهو الشاعر يعني أنا اللي شعراء معينين أتعاون وياهم من فترة طويلة، وأحب لو أي شاعر مثلا عرض قصيدة أو الكلام عندي وأشوفه مثلا، بالعكس أنا أرحب بأي واحد، وأتعامل مع شعراء معينين عندي من فترة طويلة، لأني طبعا بصلة التقارب اللي بيننا هنا، وصار لي فترة طويلة كنت أغني لهم ومحتك وياهم احتكاك أكثر، وأرحب بأي واحد لو كان أي شاعر جديد مثلا يعرض قصيدة بالعكس. ما حد بنلاحظ أنك دايما بتتعامل مع شعراء محددين، ليش ما بتجرب أنك تعطي فرصة لشعراء جدد أنك تتعامل معهم؟ أنا أتعامل مع شعراء صار لي سابق، يعني كنت أتعامل وياهم من أول بدايتي في الغناء طبعا، والشعراء هم محليين من هنا من عندنا، ويكتبون من نفس يعني بيئتنا، أو من نفس القصيد النبطي اللي عندنا، وصار يتعامل وياهم من فترة. بالعكس يعني أنا أرحب بأي شاعر أو بأي كاتب كلمة جديد أني أتعاون وياه، وإذا مثلا عرض علي قصيدة وأشوفه بالعكس هذا ما يمنع يعني. نعم. كثير من المطربين بيكون سبب شهرته أغنية ضربت معه بالتعبير الشائع. منلاحظ أنه هالأغنية بتنجح فجأة وتنعرف وبتنحب، وفجأة بترجع بتنحدر تنزل. ماحد حمد، عندك أغاني مع أنها مش جديدة، قديمة، بعدنا منحبها منتلهف لسماعها، مثل عندك أغنية مثلا تدلل يا قمر ليلي تدلل، ما بقت محلية، انتشرت بكل أرجاء الوطن العربي، حبوها الناس كتير وبعدها لهلأ محبوبة. فياريت بتقلنا شو السر، وكمان
بتقلنا شو هي الأغنية اللي كانت بستور عبور لقلوب المستمعين وسبب شهرتك؟ شو اسمه المطرب يعني إذا كان درس الأغنية النص الغنائي صح 100% ودرس اللحن وبعدين كانت بسبب أغنية تدلل هنتكلم تدلل لأن الشاعر من الإمارات والملحن من الإمارات والمغني إماراتي وكانت العناصر كلها متكاملة وكان انسجام مع بعض بيننا وكان يعني اعتبر أول شريط موسيقى كنت أنا يعني أغنيه كانت هي يعني عملية مجازفة بس كان العمل مدروس وكنا يعني ما كنا نتوقع يعني إحنا عملنا العمل هذا فكنا نتوقع نجاح بس الحمد لله أن يعني شريط وهذا الألبوم لقى نجاح رهيب ولا ما زال لليوم بالعكس أنا أقول إذا كانت الكلمة جيدة 100% والأداء جيد واللحن مرتب والتوزيع للأغنية كان توزيع لأن احنا نعمل الجمل بسيطة ونوزعها توزيع خفيف نحط عليها توزيع موسيقي بسيط حد ما تطلع في إطارها الشكل المطلوب لأن كثرة اللزم في الغناء والأمور التوزيع الصاخب هذا الكثير يخرب شكل الأغنية عامة فأنت تحاول يعني توصل إلى المستمع بأغنية مبسطة وسهلة ولحنها خفيف وعلى الأساس أي عمل أنا أتوقع يدرس بدراسة تامة صحيحة هو ينجح يعني. هل تستشير أحد باختيار كلمات أغنيتك وألحانك؟ والله أنا دائما الاحتكاك مع الشعراء اللي يكتبوني مثلا ولي علاقة معهم طويلة ودائما نحاول أن لما الشاعر مثلا يكتب الكلام أن يكون بيني وياه يعني مو كل الشعراء في بعضهم مثلا أن يعني كأخذ رأي مثلا في هالمقطع شو رأيك في هالكوبلية البيت هذا جيد أو نغير أو كذا من هالنوع فيصير بيننا تعاون ف يعني تكون اختيار الكلمة بالنسبة في بالنسبة باختيار جيد يعني هل تختار الكلمات عادة تكون قريبة من واقعنا الذي نعيشه أو شيء قصة مرقت بحياتك بتعبر عنها ولا هيك؟ لازم يعني أنا أتوقع الفنان إذا ياخذ أغنية لازم يكون الأغنية لها بداية ولها نهاية تتكلم عن قصة مثلا عن معاناة عن شيء حتى الكاتب لما يكتبها مثلا هو يكون متأثر بكلام اللي يكتبها يعني. فتكون لها يعني تكون لها قصة معينة يعني أنت كيف تغني أغنية ما لها قصة يعني ما لها مبدأ ولا لها أول ولا لها آخر فتحس يعني أنت ضايع فإذا أخذت الأغنية بالطريقة الصح وتغنت بالطريقة الصح هل حدث أنك اخترت كلام أغنية كانت بتتناسب مع يعني مع شيء أنت عشته مع شيء قصة أنت عشته يعني أكيد هيك بتكون يعني أقرب لإحساسك بتغنيها بإحساس أكثر يعني أنا مثلا اخترت أغنية أحب البر والمزيون وأحب البدو والأوطان أحب قبل لا يدرون هذا شيء بدمك طبعاً طبعاً هذا واقعنا يعني عامة لأنك أنت لما مثلاً يعني تتغنى عن البر وعن البدو وعن الأوطان وعن يعني هذه حياة قصة مرينابة كلنا تقريباً يعني فدائماً الاختيار يكون تأخذ عنوان أساسي في الأغنية تركي مثلاً دائماً العنوان مهم في نعم. في الأغنية وأنا نعم. هذا كثير من الكتاب الآن اللي قاعدين يكتبون على نفس المنظومة رح أسألك سؤالين هيك خفيف السؤال الأول في البعض من الاتهام أنت مقل بتعاملك مع ملحنين غيرك يعني بتعتمد على ألحانك الخاصة شو السبب؟ والله إذا وجد الملحن الجيد اللي يعرف جو ميحد حمد وعارف طبقة صوت ميحة حمد كيف وشو اللون اللي أديه ميحة حمد وملحن متمكن ليش ما تعمله بالعكس يعني وبعدين أنا يعني ما أحب أخش يعني أنت تفتح المجال لأنه ينعرض عليك الحمد. طبعا شيء أكيد بس أنا يعني ما أحب أجازف مثلا أني أخذ أي ملحن وتعال لحن لأغنية وعمل لي كذا وعمل لي لا لازم ملحن يكون ملم المام يعني تام عن هالفنان اللي بيعمل لي لحن ويكون متمكن يعني مش اي ملحن اني انا بقدر اتعامل معه يعني تحس انك قادر تعطي نفسك اكثر من غيرك قادر يعطيك يعني انا لوني متمكن منه يعني اذا سويت عملت لحن بالنسبه لي انا جيد لكن انا انه مثلا والله يجيني ملحن
واقول له تعال هذا نص غنائي ولحن لي خلاص راح الملحن وسجله في القاهره وجيت انا وغنيت وشو والنتيجه شو؟ نعم. النتيجه النهائيه ان هذا اللحن ممكن يفشل وممكن ينجح يعني. فانت لازم انك تتعاون مع ملحن يكون يعرف شو الشكل اللي انت تغنيه وشو اللون وشو طبقه صوتك وشو كذا كذا. صحيح. يعني قلت لوني، هل تؤمن بالتخصصيه يعني انه يكون لك لون محدد لا تحيد عنه؟ اللون طبعا انا قلت كل فنان للون معين. وكل فنان او كل اغنيه في بلد سواء كان الامارات او السعوديه او الوطن العربي او سوريا او لبنان، تعرف الاغنيه هذه تعرفها، هاي اغنيه اماراتيه، هذه اغنيه سوريه، هاي لبنانيه، هذه اغنيه مثلا سعوديه من ناحيه ايقاعاتها. فهي كلها توظيف الايقاعات. فلازم الفنان يكون له لون، يكون له يعني شكل معين يغنيه مثلا على اساس ينعرف. يعني هاي يعني تخصصيه انه يعني ما يغني غير لونه، خلص هذا لونه كذا يعني يعني انا مثلا يعني الانسان اذا يبرز في لون معين ويعرف خلاص يعني هذا رجل لبصمه معينه في ما يجرب يغير، ممكن يفشل يعني، ممكن التغيير يعني مجازفه تعتبر صراحه. مجازفة. انا بالنسبه ما شجع عليها. لو احد الزملاء المطربين طلب منك انك تعطيه لحن الحانك الحلوه، هل تبخل عليه؟ والله اذا 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 في يعني اي مطرب طلب من شخص مننا نعطيه لحن او شيء، بالعكس هذا يشرفني، ليش لا؟ يقال والحقيقه عندك محمد حمد يتردد كثيرا بوضع اللمسات الاخيره على اعماله، يعني يسجل ثم يلغي ثم يعدل ثم يسجل، لماذا؟ انا اتوقع هذا عدد كل فنان يعني يحاول ان يطلع البومه للناس بصوره جيده، وهذا يعني ياخذ جهد كثير على الفنان الحقيقه. يعني انا من النوع اللي احاول اسجل اغنيه مره ومرتين واذا ما عجبتني الغيها. ليش؟ لانه خاصه بالذات الاغاني الموسيقيه، لانه يعني انا من لون العود والايقاعات متمكن، اذا عملت شغله انا عارف انها 100% ناجحه. اما الموسيقى لازم ادرسها صح لانها على اساس تطلع باطار وشكل جيد. والعود نفس الشيء، يعني لان الموسيقى فيها عمليه توزيع، يعني مش انا اقوم باللحن الاساسي بالشكل، بس اللي ينفذ منفذ ثاني. فاذا المنفذ عمل لك عمليه توزيع زايد في الاغنيه وكذا، راح يعني ممكن الاغنيه تكون نجاحها بالتوزيع جيد او ممكن تكون تفشل. يعني يعتمد اكثر او كل الفنانين على المؤثرات الموسيقيه، على الالات الموسيقيه والمؤثرات الصوتيه باعمالهم، ما بننكر انه هذا الشيء بيغطي بعض عيوب الفنانين الغير متمكنين من صوتهم واللي صوتهم ما بيكون نقي، ما عم بتهم حدا. بس ماحد حمد ببداياتك ما جربت انك تتعامل مع الالات الموسيقيه الغربيه ابدا، اعتمدت اله العود الشرقيه. ومن فتره غير بسيطه تقريبا 5 سنين، والله من 5 سنين، 5 سنين بدات تغني مع الات موسيقيه. فليش هالتاخر وشو رايك الافضل؟ بالحقيقه هذا سؤال وجيه يعني. من ناحيه المؤثرات الصوتيه، انا يعني صار لي ممكن من سنة 78 تقريبا، البدايات 78 كنا نسجل على نظام تركين أو نظام ترك واحد، يعني معنا الإيقاع معنا العود، وكنا ما في عندنا أصلا اسمه جهاز اسمه إيكوليزر ورفير وشغلات أساس يحسن الصوت. نعم. كان صوتنا طبيعي يطلع دايركت من يعني من نفس الوقت، انا قاعده وعندي جهاز تسجيل، نفس الوقت اسجل واخلص ونسخه على كاسيت، ونفس الوقت نوزعه في السوق. وما كان فيها يعني حتى الشرطه ما تكون مغلفه، والان برنتج وتغليف وما ادري كيف وكتابه الشريط وشغله، كنا يعني طبعا الاغاني تطبع كوبي وتطلع. وكان الصوت يعني بالنسبه يعني بالحقيقه كنا راضين عن، ليش؟ لان حتى كان احنا نلاقي صعوبه لانك تغني انت مذهب، ساعات تجينا القصائد مذهب 20 كوبلي اغنيه، يعني صعب يعني نحاول ناخذها لفه واحده، ما في عندنا مونتاج، ما في عندنا شغله، لا تسجل تسجيل واحد. فطبعا احنا عانينا في الفتره اللي فاتت صراحه. الان يعني احنا نقول عن المؤثرات الصوتيه اللي قاعده تدخل بالنظام الاغنيه هو شيء جيد، بس اللي صوته جيد
ما يحتاج للأمور هاي. أنا أعتقد كثير استمتش يعني. نعم. ممكن مبسطة. ما حد أغنيتك حطني بعيونك وغمض. نعم. لقيت صدى كثير عند المستمع العربي. يا ريت لو نسمعه منك. والله حريم. الحقيقة هذه أغنية من كلمات سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وأغنية الحقيقة برزت وكلامها جميل ووضعنا لها لحن حلو وأخذت شهرة طبعا جديدة، وإن شاء الله سمعكم. مؤشرات السوق تؤكد أنه مبيعات أشرطتك هي الأولى، فهل تعتقد أن مستوى مبيعات أشرطة الفنان هو مقياس نجاحه؟ والله يعني نتكلم عن مبيعات الأشرطة الحقيقة يعني هذا هني يعتمد على الجمهور اللي ياخذ الأشرطة. وطبعا يعني أنا أشوف ملاحظ الآن في الفترة الأخيرة اللي قاعدة تصيرها أنه فعلا أنه في تصنيفات حتى في في المجلات والجرائد تحصل أنه فنان يعني ما يبيع طبعا في السوق. احنا حسب عندنا خلفية عن الأمور هاي كاملة نعرف مثلا إذا أنا أوزع كم شريط في السوق، أنا عندي مؤسسة. نعم. أو مؤسسة صغيرة، فأي فنان ثاني لمؤسسة أخرى يعني هذا طبعا سؤال وجيه أنت خبرتيني إياه. نعم. فهي يقول لهم يعني يتعامل مع شركة من الشركات الموجودة تحصل اليوم أغنية شو تقري المجلة أو شو اسمه بالذات أنا مو بقول مجلة محددة يعني من المجلات اللي تصدر هي عموما تلاقي أزمل 10 أغاني 10 أغاني تحصل هذا مطرب أنا أعرف مبيعاته إنه ما يبيع 2000 شريط. نعم. حصل الأول هذا بده يكون له علاقة مع أحد طيب أو أن في برنامج مثلا تحصله أول أغنية طالعة يعني طيب. أنا تؤمن بالمافيا الفنية طبعا لا يعني هذا اللي قاعد يصير يعني. نعم. أنت ما يصير أنت كشخص صاحب شركة تتحدد مطرب تحط الأول ولا تحط الثاني، بالعكس هذا سوق مفتوح. فالمبيعات طبعا هي تفرض نفسها والفنان هو يفرض نفسه، والفنان لجمهوره ومعروف يا أخي. أنا الحين مثلا يعني ينزل اليوم شريط فنان معروف. نعم. من فناني الخليجيين أو الأخوة العرب الموجودين، فتلاقي شريطه ضرب يعني، فالناس تفهم أنها شريط ناجح يعني. نعم. فما يصير يعني شريط أن أنا والله اليوم حطيت المركز الخامس، بكرة وصل مركز الثالث، بعد بكرة وصل الأول، بعد أسبوع نزل الثاني، عقبه نزل الأول، عقبه نزل العاشر. فطبعا يعني هاي الأمور كلها الناس هني يعني أنا بس أبى أتكلم في شيء. نعم. أنا لازم تعرف الأمور اللي قاعدة تحصل هذه. نعم. كلها يعني الفنان يعطى حقه بالكامل، وبعدين صح المشاهد العادي ما بيعرف شو اللي عم يحصل بالداخل اللي قاعد يحصل يعني. أنا أشوف يعني في شركة مثلا من الشركات هي قاعدة تصير يعني شركات إنتاج تيجي تحط لك هالمطرب الأول، ما علي يا أخوي حطني أنا الأول أسبوعين أسبوع الثالث أنا صاحبك حطني الأول فياخذ الأول يطلع الفنان هذا ويا أخي تعال شريط هذا أحسن شريط ناجح. هون أنا بحب أسألك سؤال إنه سمعنا عن استفتاءات أجرتها أحد وسائل الإعلام. أيوة. وفزت أنت بلقب فارس الأغنية الإماراتية. نعم. طيب شو اللي حصل حتى بخلال يومين وبعد هالاستفتاءات اللي كانت صحيحة واللي أجريت وانتخبت فارس الأغنية الإماراتية، شو اللي حصل خلال يومين إنه تغير ونحط اسم شخص؟ بالعكس يعني الشخص اللي نحط اسمه هو طبعا أخوي وزميلي وصديقي، ما في شيء احنا نقول، بالعكس سواء كان هو أو كنت أنا وأنا أتوقع يعني وكرأي معين. نعم. ولكن التغيير مش منطقي. صح. بس من الأساس يحطون هذا الشخص مثلا، هو المفروض يعني المفروض أن يعني لما يكون استفتاء من هالنوع يعني أنا وكان برأيي مثلا، ولو أن مثلا سواء يعني أنا بالعكس أتشرف أن أي شخص صديق من أو فنان من الإمارات أن يأخذ المركز، بالعكس يا أخي أنا يعني أفرح له الأمور هذه. نعم. وهذه يعني بالعكس تعتبر يعني يعني تعتبر تعطي الحركة الفنية في الإمارات لها دور وكذا من هالأمور هذا. ويعني بس المفروض يعني أنا من رأيي كان يعني يعمل استفتاء يعني تكون يكون فنانين موجودين قبلها بيومين
ويتلقى الاتصالات من كذا كذا والرسائل تجمع مثلا، يكون كل فنان على بينه يعرف انا مثلا هذا مستواه ويحدد. وبالعكس يعني اذا انا كنت فارس الاغنيه الاماراتيه او كان اي واحد زميل صديقي، بالعكس هذا يعني يشرفه واحنا كلنا نخدم في مصلحه واحده. اكيد هذا يشرف، نحن مش ضد، بس ضد انه يحطوا اسم ويرجعوا يشيلوه ويحطوا غيره. يعني هذا الناس يعني المفروض انها تكون نزيهه يعني معلش يعني احنا نقول ما حصل الخير يعني بدا. ما دمنا مع فارس الغناء بساحة الإمارات، نسألك رأيك عما يدور بالساحة الفنية الآنية، وبماذا تنصح الشباب المطربين الجدد؟ والله طبعا اللي يدور في الساحة الغنائية في الإمارات يعني كله تقدم أعمال طيبة طبعا اللي أنا قاعد أشوفه يعني، وبمجهود من الأخوة الفنانين وسواء كانوا كتاب وشعراء وملحنين. وطبعا اللي قاعد يصير يعني ان الوضع العام بالنسبه للاغنيه الاماراتيه يعني بالحقيقه وصلنا الى مرحله جيده، وبمسانده اخواني الفنانين الموجودين وبوسائل الاعلام اللي قاعده طبعا تبث الاغاني، وهذا طبعا احنا ما نطلب المزيد طبعا من وسائل الاعلام، ونقولها لازم ان يكون الفنان الاماراتي تبث الاغاني دائما تكون على القنوات الفضائيه ويكون له اهتمام جيد طبعا. واللي قاعد يصير ما يعني بالحقيقه يبشر بخير يعني اللي انا قاعد اشوفه يعني. برايك ما مدى تاثير القنوات الفضائيه على نجاح المطرب ووصوله الى المشاهد؟ الوسائل الاعلاميه او القنوات الفضائيه بالذات يعني لها دور فعال في هاي النقطه، يعني طبعا نقطه مهمه وحساسه يعني. أول حاجة تعريف الفنان إلى جمهوره بالذات سواء كان في الخليج أو في الوطن العربي عامة يعني، وطبعا هي يعني لها الدور الفعال في انتشار الأغنية بالذات سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو العالمي طبعا نتكلم. و يعني هل أنت مع تصوير الأغنية قبل نزولها إلى الأسواق؟ طبعا شيء جيد، الآن هذا الوضع يعني هذا الوقت المتبع، كان سابقا عندنا احنا ما كنا نصور أغاني قبل ما ينزل الشريط، الآن هذا المتبع يعني حتى الآن يعني المنتجين استعملوا نفس الأسلوب. نعم. طبعا فهذا الوقت يعني الوقت اللي المفروض أنه يعني طبعا ليش القنوات الفضائية لما أنت تسمع أغنية قبل لا ينزل الشريط الناس تبتدي تسأل عن الأغنية هذه، وهذه تعطي يعني دفعة كبيرة يعني وسيلة أسرع ولانتشار الشريط، وأن الناس يعني حتى المستمع يعني يبتدي يبحث عن الشريط يعني، خاصة إذا كان إخراج الأغنية جيد. طب لماذا أنت مقل بتصويرك للفيديو كليب؟ بالحقيقة أنا يعني غير مقل بالنسبة، لكن محطي برنامج قاعد أدرس الأمور الآن أساس أن إن شاء الله أصور كذا أغنية، وانها تكون يعني خلال الفترة هاي الأربعة الشهور يعني نحطي برنامج لكذا أغنية أصورها. أعرف أنك تتماشى مع هذه الموجة للوصول الأسرع للأغنية، ولكن هل أنت مقتنع بما يسمى؟ شوف الفنان اللي قاعد يقدم عمل جيد أنا أتوقع سواء يعني صور او ما صور او كذا يعني العمل الجيد يفرض نفسه يعني. نعم. بس التصوير طبعا احنا ماشي الوضع اللي قاعد يصير، وبالعكس التصوير يعني هو لابراز يعني الفنان بصوره اوضح لمستمعين وللجمهور، وهذا الشيء لازم يعني طبعا يعني ما يصير انت كله تنزل كاسيت، لازم انت تعمل يعني انا الان عامل برنامج عندي المخرج الاستاذ الاخ عادل عابد طبعا عندي اياه عدة أعمال حتصور، تحيتنا له طبعا، فعندي عدة أعمال حتصور معاه وإن شاء الله في خلال الفترة هاي قريب يعني بإذن الله. جمعية الفنانين بالإمارات أسست مؤخرا، ما هي علاقتك بها وهل برأيك أسست بالوقت المناسب؟ جمعية الفنانين يعني كان بالحقيقة هذا موضوع
الجمعية موضوع جيد، وإحنا توقعنا أن الجمعية إن شاء الله يعني بالأخوة الموجودين طبعا من الأعضاء وهي طبعا تخدم يعني هدفها الوحيد أن خدمة الفنانين في الإمارات وحفظ حقوقهم وكذا. بس أنا يعني بعد الاجتماع الأخير يعني أنا يعني أسأل معظم الأعضاء اللي عندنا أنه يعني المفروض أنهم يكثفون اجتماعاتهم الدائمة وشكلهم مجلس إدارة جديد على أساس أنه يقوم بدور الجمعية، لأن الجمعية لها هدف مميز في خدمة الفنانين طبعا شيء أكيد، بس ولازم يكون مجلس الإدارة يكون مجلس متفرغ يعني أنت تتردد بالكلام يعني للجمعية. شعرت من طريقتك بالحكي أنه هناك نواحي قصور، حدثنا وبوضوح عن هذه النواحي. أنا أتكلم المفروض أن جمعية الفنانين يكون يرأسها شخص ملم بجميع النواحي بالنسبة للجمعية عامة، والمفروض أن الفنانين يكون عندهم مساهمات في الجمعية ويوضعون شخص يعني هو اللي يكون مسؤول عن الجمعية ويكون رئيس الجمعية يعني شخص معروف من البلد، من أعوان البلد الموجودين. وبالعكس يعني أنا أتوقع الجمعية هي لها هدف بالأول والأخير خدمة الفنان في الإمارات، وإن شاء الله نتوقع على مجلس الإدارة الجديد إذا تشكل، والبركة في الشباب الموجودين. الأغنية الإماراتية هي جزء من الأغنية الخليجية التي تجاوزت الحدود الجغرافية للخليج العربي وأصبحت تردد بجميع أنحاء وطننا العربي. بسألك، ما هو سر هذا النجاح وما هو موقع الأغنية الإماراتية من الأغنية الخليجية؟ سر النجاح سر معروف، أنا قلت لك من قبل يعني إذا كان الكلام وضب جيد واللحن توضب جيد وصار يعني صارت يعني شكل الأغنية بشكل تام مدروس، بالعكس تطلع الأغنية وتنتشر وتلاقي انتشار جيد. تتضارب الآراء وتختلف حول وضع ومستوى الأغنية الحانية. البعض يصرخ مستمجدا بأن الأغنية تنحدر إلى الهاوية، والبعض الآخر يصفق لها ويطلق عليها المسميات كالأغنية الشبابية. ما هو رأيك بهذه؟ والله لي رأي معين، يعني أنا أقول ما يصح إلا الصحيح. الأغنية طبعا إذا كان نتكلم عن يعني أنا ما أعتقد أن في أغنية شبابية وفي أغنية يعني لو تكلمنا عن مثلا ناخذ الفنانين بالذات، مثلا كل فنان له لون معين وله لون خاص وله اسلوب معين في غناء. بالعكس انا اشوف الاغنيه العربيه يعني في انتشار جيد ويعني ويوم عن يوم انتشارها يزيد، وطبعا ماخذ حق الاساسي في الموضوع. للارتقاء بمستوى الاغنيه الخليجيه اكثر واكثر، ما هو حلمك تجاه هذه الأغنية؟ والله الأغنية الخليجية من يعني منتشرة صراحة، يعني حسب معلوماتنا احنا وانتم يمكن تعرفون الشيء هذا. بالعكس سواء يعني الأغنية الخليجية بالذات سواء كان أغنية سعودية أو كويتية أو إماراتية أو مثلا من دول الخليج عامة، يعني الأغاني الخليجية بصفة عامة منتشرة انتشار جيد، وأنا أتوقع حاليا هي اللي متصدرة يعني. بعد مسيرتك الفنية الطويلة، هل أنت راض عما وصلت إليه أم أن هناك أحلام مستقبلية؟ بالحقيقة أنا راضي كل الرضا طبعا عن مسيرتي الفنية اللي من البداية للآن، ولو كان حصلنا في البداية صعوبات عملية الانتشار وكذا من الأمور، بس أطلب أنا كل يعني طلبي الأول والأخير من وسائل الإعلام أن تقوم، مش يعني مو بنا نتكلم ميحد حمد بالذات، أنا أتكلم عن جميع الفنانين في الإمارات. نعم. أن على الأقل شوي يعطونهم اهتمام أكثر ويحاولوا يعني يبثوا لهم
أغانيهم ويكون فيه اهتمام شوي جيد. يقولون بأنك حذر بتعاملك مع وسائل الإعلام، لماذا؟ والله إذا وجد المذيع الجيد واللي أقدر أعمل وياه مقابلة وكذا، وإذا كان من مقابلات أو كان من كذا، ليش بالعكس يعني؟ هذا شيء يشرفني، لكن لازم أعرف الحوار يدور عن شيء. يعني إحنا قاعدين الآن نتكلم عن موضوع بالحقيقة، يعني وأنا شاكر لك اللقاء هذا، يعني موضوعنا يتكلم عن محور معين، وبالعكس نستفيد ونطلع منه بنتيجة، وشيء بالحقيقة حتى المستمع يعني قاعد يفهم عن شو اللي يصير مثلاً. نعم. إذا وجد لقاء مثل اللقاء هذا الموجود بالعكس أنا رحب فيه، لكن إني أنا مثلاً أحضر شيء لقاء وشخص اللي ألتقي معاه مو بعارف خلفية ميحد حمدي، ما أعرف عنه أي شيء، وأدش فيها مقابلة أو أدش فيها كذا أو كذا، لا صعب شوي بالنسبة لي. شكرا لك ميحد، وهذا طبعا شرف لنا أن نستطيع أن نأخذ من وقتك وأن نطل وإياك على مشاهدينا الكرام. ميحد حمد، أنت مقل بالإطلال على جمهورك اللي بحبك وبحب أنه يشوفك بحفلات عامة، لماذا هذا البخل منك؟ والله أنا غير مقل طبعا، بس إذا وجد الترتيب الجيد يعني والمدروس 100% عن الحفلة، بالعكس ليش أنت ما تحضر حفلة مثلا؟ أنا يعني جمهوري عندي غالي علي، ولازم أحضر له دائما مثلا الحفلات، بس تكون مدروسة مرتبة. نعم. يعني بالحقيقة أنا من النوع اللي متمنع كثير، ليش؟ لأن أحب أحضر حفلة مرتبة، ولو في السنة مرة واحدة، زين، ولا أحضر لي 50 حفلة ونصها الحفلات غير مرتبة وفيها فوضى وفيها مشاكل، فرقة ما عزفت صح، فرقة ما أدري شو صار، مهندس الصوت مو متمكن، ما أدري شو، هاي كلها أشياء تعيش يعني كلها عواقبها الأول والأخير ترجع على الفنان. الجمهور اللي قاعد يسمعك ما يقول مثلا أنك أنت والله هذا من مهندس الصوت اللي قاعد مهندس الصوت مثلا طلع الصوت في 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 وطبعا منقول على القنوات الفضائيه طلع الصوت ما ادري كيف طلع مثلا المخرج مطلع انك غلط، يعني قاعد ماخذ انك انت على زاويه بطريقه ما ادري كيف، والفرقه من هناك يعني انت ممكن اللي يشوفك انت تغني غير والفرقه غير تعزف، الصوت الهندسه الصوت يجيك شخص مش متمكن، يعني هذه اشياء مهمه فتطلع فيها، يعني لا انت قاعد يعني لا انت قاعد تغني صح ولا انت قاعد يعني ترضي جمهورك، فتشوف الموضوع يعني ها. فطبعا هاي امور نحذر منها صراحه، لكن بعض الاحيان نوقع فيها، ليش؟ وهاي دائما يوقع فيها الفنان المعروف، يعني انا اشوف اللي هو المتحفظ. في بعض الفنانين يقول لك انا غير مبالي مثلا، صار عندي هاي الامور، عدت الحفله هاي ومشت خلاص، هي مبلغها موجود وانا اخذ المبلغ الثاني تمشي، بس هذه انا ما اشجع طبعا. الانسان لازم يكون له وزن اول حاجه، ولازم يعني انا ممكن لو انا بسير الحفلات العامه ممكن احضر في السنه اكثر عن 150 حفله 100 حفله او اكثر، وممكن اسير بالعكس اذا شيء رتب لي صح وفي دراسه عن الحفله يعني مرتبه وفيها يعني ترتيب مسبق من قبل، بالعكس ليش ما تشجع الفنان؟ بس اذا انت تسير وتفاجئ مثلا بفرقه ما تعزف صح، وتفاجئ بمهندس ما ادري كيف، وتفاجئ وكثير ما صارت لنا الامور هذه، والحمد لله انها عدت على خير، ونحاول يعني ان شاء الله نحسن في المستقبل من هالامور. جمهورك له الحق عليك ان يراك في حفلات عامه، لماذا لا تحاول انت ان تحسن؟ انا ليش اقول لك؟ انا قلت لك جمعيه الفنانين لو كان جمعيه الفنانين مسكت الموضوع هذا ممكن احنا نرتب حفلات في السنه. اللوم يعني برايك يقع على جمعيه الفنانين؟ انا اقول لهم الان يعني لازم جمعيه الفنانين تتشكل بمجلس اداره جديد يتبناه شخص فاهم. نعم. زين؟ يتبناه شخص فاهم على اساس يفهم كيف يوصل الجمعيه لبر الامان. نعم. لانه ما يصير يعني انا بسوي مدير وانت بتصير مدير، بس المدير منو بيشتغل ويانا؟ ما في حد. وبعدين انا بحط لك راتب وانت بتحط راتب، يعني الموضوع احنا نشتغل اخويا، لان احنا الحفلات اللي قاعده تصير عندنا في العيال يعني على سبيل المثال، ليش فنان من الامارات ما يشارك؟ ليش تجي شركه من الشركات تاخذ فنان معين؟
معين في الجسم. طيب في فنانين يعني انا ما اتكلم عن نفسي، في فنانين موجودين في الامارات كثير، ليش ما يبرزون الفنانين هاي؟ لا خلاص منتهين. ليش فنانين في الامارات عندنا شباب يعني بامكان لو حصلوا دعم وحصلوا كذا وحصلوا يعني شو اسمه، بالعكس يطلعون وياخذون انتشارهم وياخذوا حقهم يعني، بالعكس حرام يعني. لان يعني انا وصلت لمرحله الفنان الثاني وصل في فنانين عندي حرام، انا ربعي لما اشوف تحز في بالي حصل مثلا 20 مطرب واحد من الامارات. طيب لازم الجمعيه لها دور الان في اشياء، فلازم يعني احنا لازم ننظم حفلات سنويه. يعني نقول في دول الخليج، الكويت، السعوديه، قطر، البحرين، عمان، الامارات، يعني مفروض يعني حتى تعريف الفنان الاماراتي يكون ما ادري يعني الحين انت بقول لك شيء واحد. الحين انا من بدايتي الفنيه لالان انا قاعد اشتغل على حسابي الخاص. يعني انت كل الاشياء اللي تشوفين هاي الشهره الاعلاميه وكذا وامور، انا قاعد اشتغل على حسابي الخاص. ما في يعني بالعكس مرهول. بالعكس يعني احنا نشوف المطرب اللي غير الاماراتي مدعوم اكثر عن الاماراتي. بالعكس يعني المطرب الاماراتي اذا 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 طلع ووصل اغنيه اماراتيه لابعد الحدود كثر الله خير. ليش؟